نعم، يعني الاستهدافات لم تتوقف يعني منذ بداية صباح هذا اليوم، وحتى هذه اللحظة كان آخرها استهداف في منطقة القرار والمنطقة الشرقية من خان يونس، بالإضافة إلى استهداف المناطق الشرقية لرفح وخان يونس تحديدا في شرق رفح ومنطقة صوفيا وشرق منطقة خزاعة والقرار. هذه المناطق تعرضت إلى عمليات قصف من قبل الطائرات الإسرائيلية، سواء كانت طائرات حربية أو طائرات استطلاع إسرائيلية. الأوضاع لا زالت على حالها، هناك حالة توتر شديدة جدا في محافظة خان يونس بسبب العدد الكبير للشهداء الذين استشهدوا منذ صباح هذا اليوم وحتى هذه اللحظة. نحن الآن أمام مجمع ناصر الطبي، يوجد يعني حسب المعلومات الطبية هناك على الأقل 50 شهيدا في مجمع ناصر الطبي، وأيضا في مستشفى غزة الأوروبي إلى الشرق من مدينة خان يونس. نتحدث عن حوالي 250 أو يزيد إصابة في مجمع ناصر الطبي، نتحدث عن عشرات من الحالات الحرجة والخطيرة نتيجة القصف الإسرائيلي الذي أعقب الهجوم الذي نفذته الفصائل الفلسطينية صباح فجر هذا اليوم باتجاه مستوطنات وبلدات غلاف غزة. عدد كبير من الشهداء هم من المدنيين، أيضا هناك عدد من الشهداء هم من الذين يتبعون الفصائل الفلسطينية ومقاتلين. عدد جزء من المواطنين تمكن من التعرف على هوية أبنائهم وتم أخذهم من أجل يعني إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليهم من قبل ذويهم، ومن ثم مواراتهم الثرى في مقبرة الشهداء خلف مجمع ناصر الطبي حيث تقع مقبرة الشهداء في محافظة خان يونس. لا زال هناك العشرات من المواطنين أمام قسم الطوارئ في محافظة خان يونس. نحن لا نستطيع أن نسلط الكاميرا باتجاه الباب أو المدخل الرئيسي لمجمع ناصر بسبب الحظر، يعني الجهات المسؤولة هنا في المستشفى حظرت علينا تصوير الإصابات ومن والدخول إلى مجمع ناصر الطبي. لكن حازم، يعني في ساعات الظهيرة اليوم تم استهداف سيارات إسعاف يعني داخل مجمع ناصر الطبي، كانت تنقل عدد من الإصابات تم استهدافها بطائرات الاستطلاع الإسرائيلية. أدى هذا القصف إلى إصابة كل من واستشهاد كل من بداخل سيارة الإسعاف، من ضمنهم يعني طواقم طبية، واستشهاد على يعني مسعف، وإصابة العشرات من المواطنين من بينهم طاقم قناة الغد، حيث أصبنا يعني بشظايا الصاروخ الإسرائيلي أنا والزميل حسام الكردي. لكن بفضل الله يعني الأوضاع الصحية مستقرة ونستطيع أن نكمل رسالتنا المهنية على أكمل وجه. القصف الإسرائيلي يعني قد يتجدد في اللحظات الأخيرة، لكن هنا في خان يونس يعني الناس تتحدث عن عملية المفاجأة التي حدثت اليوم، وعملية الخداع التي تمكنت من خلالها حركة حماس أو الفصائل الفلسطينية من إسرائيل منذ مسيرة العودة، عندما خرج قائد حماس في غزة يحيى السنوار وتجول وزار عدد من بيوت الشهداء، أيضا تجول عدد من القادة المركزيين أو أعضاء المجلس العسكري لكتاب القسام عندما خرجوا على بيوت الشهداء، وكأنهم يوجهون رسالة لإسرائيل أن حماس والقسام غير معنية بالحرب. لكن تفاجأنا بعد عدة أيام، 10 أيام أو أسبوعين، كانت حماس تخطط والفصائل الفلسطينية يخططون لهذا الهجوم الكبير الذي أدى إلى مقتل العشرات من الجنود الإسرائيليين والمستوطنين، بالإضافة إلى إصابة المئات. أيضا هناك الاشتباكات المسلحة لا زالت على حالها في منطقة شرق خان يونس تحديدا في مستوطنات